السلام عليكم، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الشعب، من صحيفة طريق الشعب، وهي حول ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية. شهدت السنتان الأخيرتان ارتفاعا في معدلات التضخم على المستوى العالمي، وذلك بفعل التأثيرات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التراكمية لجائحة كورونا وللحرب الروسية الأوكرانية، وبشكل خاص انعكاساتها على أسعار الحبوب والمواد الغذائية وعلى أسعار الطاقة. وقد تفاقمت الضغوط التضخمية بارتفاع هوامش الربح في الأسواق العالمية من قبل الشركات الاحتكارية للأغذية والطاقة والمضاربات المالية في الأسواق العالمية. إغفال هذه الحقائق وتصوير التضخم بأنه مؤشر عافية وتحسن في القدرة الشرائية للمواطنين لا يعكس فقط فهماً خاطئاً فاضحا لهذه الظاهرة الاقتصادية ولأسبابها وآثارها، وإنما يعكس كذلك وجود قطيعة مع الواقع المعاش لجماهير شعبنا. يؤدي تضخم الأسعار وأسعار الغذاء على وجه الخصوص إلى فقدان الأسر للقدرة الشرائية، خاصة عندما لا ترتفع دخولهم بالسرعة والنسبة التي ترتفع بها الأسعار، ما يعني انخفاض دخولهم وأجورهم الحقيقية، مما يلحق أضراراً وصعوبات بالغة بالأسر والمواطن وبذوي الدخل المحدود والمنخفض في المقام الأول. فللتذكير نشير إلى أن القدرة الشرائية للرواتب والأجور تعني كمية السلع والخدمات التي يتم اقتناؤها وشراؤها بالراتب أو الأجور، وإذا ما ارتفعت أسعار السلع أو المواد من دون أن يواكب ذلك ارتفاعاً مقابلاً بنفس النسبة في الرواتب أو الأجور، فيعني ذلك انخفاض كمية السلع التي يمكن شراؤها، وبالتالي انخفاض في مستوى معيشة المواطن. وهذا بالضبط ما نشهده في بلدنا، ويتجلى في ازدياد مظاهر الفقر والحاجة واشتداد المصاعب الحياتية لشرائح متزايدة من المجتمع. يقول الكاتب سمير داود حنوش في مقال بموقع كتابات بعنوان السيادة العراقية مؤجلة إلى إشعار آخر، عندما تسمع أحاديثهم عن السيادة ومحاولات ترديد هذه الكلمة السحرية كالببغاوات، لابد وأن تصاب بنوبة ضحك هستيرية، لكنه ضحك كالبكاء كما يراه المتنبي. فائض الكلام عن السيادة المزعومة أو عن سيادة مزعومة لا يتصاعد إلا في الدول المهزومة ذات الحدود المستباحة، إذ لا يمكن أن تسمع حديثا عنها في الدول المستقرة ذات السلطة الوطنية على وطنها وأرضها. ما زالوا يتحدثون عن السيادة في بلد مستباح منذ أكثر من 20 عاما من الاحتلال، تتصارع على أرضه جميع منتخبات العالم المخابراتية والتجسسية، فأي سيادة يمكن أن نتحدث عنها أو حتى تكون؟ وطن منهوب ضائع بين طامع وطامح وبقية من شعب مهزوم خائف أنهكته عاديات الأيام، يعيش أيامه مرتبكاً تتحكم به قوى سياسية يتوزع ولاؤها بين سيادات دول مختلفة، فيما تضيع بينهم سيادة العراق فرق وطوائف شتى من الولاءات، لكن ما ولاؤه للعراق؟ تماما كما يصفهم نابليون بونابرت مثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه. أحزاب وكتل سياسية لا تجيد فن السلطة والطغيان إلا على أبناء جلدتها، فيما تنهزم أمام دول تفرض سياسات العطش وأخرى تغرقهم بالمخدرات وثالثة تسعى لخنقهم اقتصادياً. وبعنوان هذه الإسلاموفوبيا في فرنسا، نقرأ مقالاً للكاتب أحمد طه في صحيفة العرب الجديد، يقول فيه:
منعت عشرات الفتيات من الالتحاق بصفوف مدارسهن صباح الاثنين الماضي في فرنسا بسبب رفضهن الامتثال لقرار وزير التربية الفرنسي جابرييل أتال بحظر ارتداء العباءة في المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد في فرنسا، حيث أوضح الوزير أن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرنا بها، وأن 67 منهن رفضن، فجرت إعادتهن إلى منازلهن، وسيتم في وقت لاحق عقد جلسات حوارية مع عائلات الفتيات الرافضات خلع الحباءة، وسيتم استبعادهن من الدراسة إذا فشلت تلك الجلسات. وقد لاقى القرار ترحيبا في أوساط اليمين في فرنسا، بينما أبدت عضو البرلمان عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي كليمانتين أوتان معارضتها له، واعتبرته غير دستوري ومخالفا للمبادئ التأسيسية العلمانية، وأنه من أعراض الرفض المهووس للمسلمين من الحكومة. يمكن قراءة القرار الجديد أنه مجرد تنويعة جديدة على ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تفاقمت في الغرب بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة، بالتخويف من المسلمين بالنظر إليهم بعين التربص والاتهام، ومحاصرة حضور المظاهر الإسلامية بشتى الصور في المجال العام. وتزايدت وتيرة الإسلاموفوبيا بصورة ملحوظة في الفضاء الغربي، سيما في فرنسا ذات الخصوصية في نظامها العلماني شديد الشراسة تجاه حضور الدين في المجال العام. بمحاولة استقراء الإجراءات الجديدة نجد أنه من الواضح أن محاربة فرنسا حضور أي مظهر إسلامي في المجال العام وصلت إلى مرحلة الهوس بالفعل، فالنسخة العلمانية الفرنسية شديدة التطرف ذات طابع لائكي بالغ الشراسة تجاه حضور الدين في المجال العام. النقطة اللافتة هنا أن فرنسا بالتحديد فشلت فشلاً ذريعاً في كل نسخها الجمهورية التي ما فتئت ترفع شعاراتها التنويرية الحداثية الحرية الإخاء المساواة في إقامة نموذج حضاري يقوم على المواطنة والتعدد والاندماج، كما أن هناك تمييزاً صارخاً تشهده فرنسا أخيراً فشلت كل الحكومات المتعاقبة في التعامل معه منذ أزمة الضواحي في العام 2005. كيف أخفى مودي عن قادة مجموعة الـ20 قتلى واضطهاد المسلمين في الهند؟ نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالاً للكاتبة الهندية رنا أيوب تحدثت فيه عن سياسات رئيس الوزراء ناريندا مودي المعادية للمسلمين، وقالت أيوب إن مودي الهندوسي المتطرف يخفي عن قادة قمة الـ20 الحاضرين في الهند قتلى واضطهاد المسلمين على مدار سنوات، إضافة إلى شيطنتهم في الإعلام الرسمي وفي رحلاته الدولية التي كثر الحديث عنها، بما في ذلك اجتماعات مجموعة السبع بفضائل الديمقراطية، وعظم من قدر المهاتما غاندي في كل فرصة متاحة. لكن هذا التعظيم هو في الواقع واجهة شيطانية، واجهة للحقيقة القبيحة التي تعيشها الهند في الوقت الحاضر من تعرض الأقليات لهجمات لا هوادة فيها في الهند. في وقت سابق من هذا العام نظمت العشرات من المسيرات في جميع أنحاء ولاية مهارشترا حضرها قادة من حزب بهاريتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، للمطالبة بقوانين ضد الزواج بين الأديان. وبينما كنت أتجول في أنحاء المدينة لتغطية هذه المسيرات وتوثيقها، شهد نفس العداء تجاه المسلمين الذي شهدته في ولاية كوجرات في عام 2002 عندما كان مودي رئيس وزراء الولاية وقتل أكثر من 800 مسلم تحت مراقبته. وشاهدت في المسيرات أطفالاً صغاراً يرفعون لافتة تطالب بالقضاء على أصحاب اللحى والطواقي. لا يتعرض المسلمون في الهند للإذلال في الشوارع فحسب، بل يتم شيطنتهم وتشويه سمعتهم على الشاشة الكبيرة أيضاً. وقد أشاد مودي ودافع في مؤتمراته الانتخابية عن فيلمين تم انتقادهما باعتبارهما معاديين بشدة للإسلام، وهما ملفات كشمير وقصة كيرالا، حتى أن بعض حكومات الولايات أعفت الأفلام من بعض الضرائب الترفيهية.
أثارت القدرات العسكرية الصينية المتزايدة في السنوات الأخيرة والتي تقترن بتدريبات عسكرية متكررة بالقرب من تايوان مخاوف بشأن حدوث غزو عسكري للجزيرة. ويقول الدكتور لورانس فرانكلين مسؤول مكتب شؤون إيران في عهد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد في تقرير نشره معهد جيتستون إن الرئيس الصيني شي جين بينغ زعيم الحزب الشيوعي يقوم بعسكرة بلاده بسرعة وأصدر تعليمات لجيشها بالاستعداد للحرب والقتال والفوز بها. استبدل الحاكم الصيني شي جين بينغ القيادة العليا لقوة الصواريخ الصينية المسؤولة عن جميع الرؤوس الحربية النووية الصينية البالغ عددها 400 رأس تقريباً. هذه التغييرات في الأفراد هي جزء مما يكاد يكون من المؤكد أنه التطور الأكثر شؤماً في هذا الوقت. يبدو أن شي يفكر في استخدام أو على الأقل التهديد باستخدام أسلحته الأكثر تدميراً. وبعبارة أخرى تخطط الصين للذهاب إلى الحرب. ويقول فرانكلين الذي خدم في الجيش الأمريكي إنه مما لا شك فيه أن شي يوازن ما بين نسبة المخاطرة إلى الاستفادة في حال شن عملية عدوانية ضد تايوان خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن. ولا شك أن شي يدرك أن نافذة الفرصة الخاصة به قد تغلق في غضون 18 شهراً مصحوبة بانتخابات رئاسية أمريكية مثيرة للانتباه. ومن المؤكد أن توقيت أي هجوم صيني على تايوان سيحدده تقييم شي للقوة السياسية المحلية لإدارة بايدن، بالإضافة إلى الحاجة المحتملة إلى تحويل قوي عن اقتصاده المنهار. والآن نبقى مع فقرة الكاريكاتير. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشرب. وقف التصوير. قرر العاهل المغربي محمد السادس إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام فوق المباني العمومية 3 أيام، وتكليف الحكومة بإحداث لجنة وزارية تضع برنامجا لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة. جاء ذلك في بيان للديوان الملكي يوم السبت نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وقال البيان إن العاهل المغربي أعطى تعليماته بالإحداث الفوري للجنة وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال. ويوم الجمعة ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن وفاة
أكثر من 2000 شخص حتى الآن، وعن إصابة أكثر من 2000 آخرين بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية يوم السبت. وطال الزلزال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش شمال وأغادير، وخلف الكثير من القصص الإنسانية المؤلمة. والآن نبقى وإياكم مع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. لم يخلو الحديث في الفترة الماضية من الغواصات النووية، وأصبح ذكرها يتردد بين الدول الكبرى بشكل ملحوظ، بدءا من صفقة تزويد أستراليا بها، مرورا بإدخال روسيا ما تعرف بأم الغواصات في الخدمة، وانتهاء بإعلان كوريا الشمالية تجربة غواصة قادرة على شن هجوم نووي. فما الغواصات النووية وما قدرتها؟ وما الذي يميزها عن الغواصة التقليدية؟ وما الدول التي تمتلكها؟ باختصار إليكم التفاصيل. تعمل الغواصة النووية بواسطة مفاعلات على متنها تنتج طاقة نووية لتوليد الحرارة. ينتج عن الطاقة الحرارية هذه بخار لتشغيل التوربينات التي تولد بدورها الكهرباء لتشغيل قوة الدفع والأنظمة الداخلية. وتعرف الغواصات النووية بسلاح الكبار، وتشكل أحد أضلع ما يعرف بثالوث الردع النووي الذي يضم الصواريخ الأرضية والقاذفات الجوية، وتعد هي الضلع الأخطر لما لديها من قدرات تدميرية واسعة النطاق، كما تمثل أحد أخطر الأسلحة الهجومية في العالم إن لم تكن الأكثر فتكاً على الإطلاق. تحمل الغواصات النووية بالمجمل صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية، بعضها قادر على إنهاء العالم، كالغواصة الروسية بيلغورود المعروفة أيضاً بعملاق البحار أو غواصة نهاية العالم، إذ يقول خبراء إنها قادرة على محو مدن بأكملها خلال دقائق، كما أن قوتها النووية قادرة على توليد موجات تسونامي إشعاعية يفوق ارتفاعها نصف كيلومتر. تعد بيلغورود أخطر وأكبر غواصة نووية، يصل طولها إلى 184 متراً، أي إنها أطول غواصة على الإطلاق. أما وزنها فيبلغ نحو 30,000 طن، يمكن وصفها بأنها مدللة بوتين، فالرئيس الروسي يشرف على عملها شخصياً. أدخلت غواصة يوم القيامة، وهو لقب آخر لها، في الخدمة في العام الماضي لتعزيز إسطول الشمال. على المقلب الآخر، تعد غواصة أوهايو الأكثر رعباً في الإسطول الأمريكي، وهي الأخرى قادرة على إنهاء العالم، ويمكنها حمل 24 صاروخاً باليستياً، لكل صاروخ القدرة على حمل ما يصل إلى 12 رأساً نووياً مع دقة مطلقة في إصابة الهدف. وتحمل غواصات أوهايو ما يزيد على نصف ترسانة الولايات المتحدة النووية على متنها. تنقسم الغواصات النووية إلى نوعين: غواصات الديزل، وكما يدل اسمها فهي تعمل بالديزل، لذلك تكون قدرتها في البقاء تحت الماء محدودة، فهي في حاجة إلى الرسو بين حين وآخر للتزود بالوقود، كما تحتاج إلى أن تطفو أو تمد أنبوباً إلى سطح الماء لتوفير الأكسجين الذي تحتاج إليه محركاتها لإحداث عملية الاحتراق الداخلي، مما يسهل كشفها من قبل العدو. أما الغواصات النووية فتستخدم مفاعلات نووية لتشغيل محركاتها، مما يمنحها قدرة على البقاء تحت الماء بشكل أطول، قد تصل إلى 25 عاماً، كما أنها تستطيع الحركة بسرعة فائقة في عرض المحيطات وتغوص إلى مئات الأمتار، لكن وقوع تسرب نووي قد يعرضها مع طاقمها للخطر، تماماً كما حصل مع غواصة كورسك الروسية التي غرقت قرب القطب الشمالي عام 2000 نتيجة تسرب وقود التوربيد الذي أحدث انفجاراً داخلياً أدى إلى مصرع جميع أفراد طاقمها وعددهم 118 شخصاً. تمتلك هذا السلاح الفتاك 6 دول فقط، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند. ويعد الأسطول الأمريكي هو الأقوى، إذ تمتلك الولايات المتحدة نحو 70 غواصة، وهي التي أنتجت أول غواصة نووية في التاريخ عام 1954، عرفت باسم USS Nautilus.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.